لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين وترندات حلقة النهاردة. نبدأ بترند الأهلي، الفريق الأول يواصل تدريباته استعداداً لطلائع الجيش. وفي الترند المحلي، إعلان القائمة المبدئية لمعسكر المنتخب استعداداً لمباراتي توجو. وفي الترند العالمي، الليلة مواجهات مثيرة في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أوروبا. طبعا تركيزنا كله على دوري أبطال إفريقيا، ومفيش حاجة في تركيزنا أو في بالنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله يوم 6 نوفمبر. ربنا يكملها على خير يا رب بإذن الله، والفترة الجاية تعدي على خير قبل موعد النهائي يوم 6 نوفمبر. لكن النهاردة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، في 8 مواجهات في الجولة الثانية، في مباراتين حوالي الساعة 8 إلى 5، وفي 6 مباريات الساعة 10 مساء. لو هنستعرض مع حضراتكم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، الساعة 8 إلى 5 لوكوموتيف موسكو هيلعب مع بايرن ميونخ، الساعة 8 إلى 5 أيضا شختار دونيتسك الأوكراني هيلعب مع إنتر ميلان الإيطالي. أما مباريات الساعة 10 مساء، أتلتيكو مدريد الأسباني مع ريد بول سالسبورج، بروسيا مونشون جلادباخ مع ريال مدريد، بورتو مع أولمبياكوس، ليفربول مع ميتلاند، أتلانتا في مواجهة مع أياكس، والختام مباراة قوية جدا بين مارسيليا مع مانشستر سيتي الإنجليزي. مباريات قوية، مباريات مهمة، وبالتأكيد بتشغل بال العديد من مهتمي كرة القدم العالمية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ترند الأهلي، ونقرب أكتر من استعدادات الفريق للمرحلة الجاية سواء في ختام الدوري أو حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا.